لذا جاء في زيارته عليه السلام: السلام عليك يا أول مظلوم ظلم. دورنا حقيقة هو أن نكون في موقع الدفاع عن علي، عن ظلامة علي، الدفاع عن علي. اليوم قد تهيأت لنا كل الوسائل وكل الإمكانيات، هناك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ولنا إمكانيات كبيرة في ذلك، ولنا المجال الواسع أن نتحدث عن علي، عن تاريخ علي، عن نهج علي، عن شخصية علي، عن مبادئ علي، عن أولاد علي، أن نتحدث عن ذلك. يكفينا أن نتحدث عن نهج البلاغة، أن نتحدث عن هذا الدستور الذي كتبه أمير المؤمنين لمالك الأشتر عندما ولاه على مصر، أن نتحدث. واليوم هذه الوسائل متاحة لنا، وسائل التواصل الاجتماعي، علينا أن نكثف الجهود في ذلك عبر هذه الوسائل. علينا أن نصحح أيضا مسار التاريخ، مسار التاريخ، هذا المسار الخاطئ، عبر توجيه الكتاب والمؤرخين ودعم مشاريع هؤلاء وطباعة الكتب التي تتحدث عن أمير المؤمنين وعن شخصية علي بن أبي طالب. كما أننا علينا إذا أردنا أن ندافع عن علي وأن نقف إلى جانب علي، أن نطرح علي كحاكم نموذجي أول لا مثيل له في التاريخ. كما ذكرت لكم قبل أيام أن هيئة الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، قررت، وذكرت لكم العبارة، أنه يعتبر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أعدل حاكم في تاريخ البشرية، أعدل حاكم في تاريخ البشرية. هذا ما توصلوا إليه عندما قرأوا تاريخ علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فنرفع هذه الظلامة بهذه الطريقة. ولذا قلت لكم كما ورد في الزيارة عن الإمام الهادي عليه السلام، قال: السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين.